كمان واحدة المغارة كيف يعني المهد طالة كيف يا سوف سوف نزل على السيارة تعال هان نزل أهمية هاي المهنة بأهمية مدينة بيت لحم. بيت لحم تعتبر مدينة سياحية مهد المسيح. كل السواح اللي بيجوا على مدينة بيت لحم بحاولوا يقتنوا قطعة تذكارية من بيت لحم، وطبعا القطعة المناسبة هي اللي بتجسد ميلاد السيد المسيح. نحن العبارة عن الجيل الرابع والخامس بهاي المهنة، أكثر من 100 إلى 200 سنة بصناعة الخشب زيتون والصدف. طبعا بيت لحم مدينة محاصرة بجدار من ثلاثة اتجاهات، عبارة عن سجن كبير ما في إلا الأسواق الأوروبية والأمريكية. يعني تسويق القدس في مدينة نيويورك أسهل من تسويقه في مدينة القدس اللي بتبعد عنا 2 كيلومتر بسبب الجدار. يعني لا يمكن نقل أي قطعة من مدينة بيت لحم أو للقدس، يعني بلاقي إن أصدرها لأمريكا أسهل من دخولها لمدينة القدس. يعني القطعة بدل ما تنباع بدولار تنباع ب3 دولارات، فأغلبية السواح بلاقوا هاي المنتجات في أوروبا أرخص مما يشتروها في مع نظام الكوميشن. السوق المحلي سوق بطيء صغير جدا بسبب وجود أنظمة غير قابلة للتغيير، صعبة لأنه في اتفاقيات فاشلة زي اتفاقية أوسلو حددت التجارة باتجاه إسرائيل للضفة مش من الضفة لإسرائيل. نحن زي ما شايفين الوضع دائما المشاكل موجودة، بس نحن دائما لسه الأمل موجود، دائما بنبعث من خلال الصلوات الرسالة اللي لازم تطلع من المدينة بيت لحم لكل العالم، علشان دائما يكون الوضع في أمان وفي سلام وفي محبة وفي طمأنينة. رسالتنا أنه دائما يكونوا عندهم أمل أنه لقدام إن شاء الله في السلام والمحبة أهم إشي، لأنه المحبة بصراحة اختلفت وقلت بين الناس، فلازم نشدد المحبة والوحدة علشان دايما نكون مع بعض.